السلام عليكم لكل متتبعين قناة أخبار الفرج المغربية. اليوم بمدينة القنيطرة نتواجد مع الفنان الرائع شاب جمال. شاب جمال اللي كيطرح الألبوم ديالو اليوم بمناسبة عيد العرش المجيد. شاب جمال تفضل. شكرا لأخبار الفجر على هذه الاستضافة هذه هذه المناسبة هذه العظيمة اللي كما كنقولوها دائما هي عظيمة وهي مناسبة كبيرة عند الشعب المغربي قاطبة من الشمال الغرب ومن الجنوب إلى الشمال ومن الشمال إلى الشرق وداخل وخارج الوطن. الحمد لله لأنها ذكرى غالية وهذه الذكرى 24 لجلوس صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله على عرش أسلفه المنعمين. هاد الذكرى هذه كتزامن مع واحد الفرحه حتى ولات فرحتين، فرحه عيد العرش وفرحه ديال توقيع البوم جديد ديالي اللي كيضمن واحد 4 ديال الاغاني. فانا جد متفاجئ جدا، ولو انني كان عندي يعني ارتياب قلت انا محال. انتم كتعلمون بان الظروف والتوقيت ديال القاعة باش يجي الإنسان والصيف هذا والناس مسافرة الناس مخيمة، أنا ما كنتش كنظن أن القاعة غادا تمتلئ بهذه الدرجة هذه. هذا يدل على أن الشاب جمال عنده معجبين محبين ديالو. نعم والله أكيد والله اليوم كان هذا يثلج الصدر رغم هذه المسيرة الفنية الطويلة والشاقة. فاهم اللي كتشوف حال هذا الشيء هذا كيرتاح لك القلب ديالك، وحتى شي حاجة ما كتغلى على الجمهور الحبيب والناس اللي كيحبوك سواء اللي كيحبونا موسيقيا ولا اللي كيحبوا الشاب جمال كإنسان. شاب جمال شفنا مقتطف أغاني ديال الألبومات ديال اللي نزلوا اليوم، وأيضا شفنا فوق الخشبة اللي ما كناش كنتعودوا نشوفوا الابن ديالك. سمعنا الصوت ديالو وتشرفنا به، وكيف سمعت قبيلة فوق الخشبة تيقول لك ابن الوزي عوام. الالبوم ديالك كان مشترك ما بين الاحباب والاصحاب، احكي لينا كيفاش جات الفكره. الالبوم انا اختاريت فيه باش ما نكونش يعني نمطي انني نبقى مثلا كنغني على حاجه وحده ولا كذا، يعني هذا هو يعني الاختيار ديالي الصعب. صعيب انك تبقى تغني هنا وتغني هنا وتغني هنا، يعني بمعنى تغني هنا معنى تغني مواضيع شتى. صعيب انك باش تبقى يعني باش تبدل من موضوع لموضوع، تغني موضوع غرامي، تغني موضوع الطبيعه، تغني موضوع مثلا المشكل الاجتماعي مثلا على الصحبه على الوقت اللي ولات كلها غير فلوس، تغني النشاط، تغني الفرحه، تغني لاي شيء، يعني اي ظرف من الظروف تغني ليه يستحق تغني ليه. وصعيب باش كتلقى فنان يعني يغني جميع الالوان وجميع الانماط. هي ماشي صعيبه زعما راني كنشكر راسي انا، لا هي بصح خصها مشوار طويل، خصها حينكه، خصها تجربه. وتنتمنى من عند الله عز وجل انه يوفقني، ورغم انني ما حبستش ما يعني ما عييتش ما فشلتش، بالعكس كما تيقولوا مثلا الضربه اللي ما كتقسمش الدار راه كتقوي. فتنقول ان شاء الله الا وفقني الله بحب الجمهور وبحب الناس، انا اللي عليا كنديرو وكنحط هاد الاغاني هادو باش يسمعوا من الناس، والكمال لله هذا هو اللي تنطلب منه. شاب جمال عندك معجبين من شباب وشابات شيوخ، ما كرهناش شاب جمال القنيطري الغرباوي صح انه يطرح لنا شي ديسك او شي البوم على النادي القنيطري. ما كرهتش والله ما كرهتش، هذا هو المشكل. هو انني باش يعرف الانسان باش الانسان يعرف شكون هو الشاب جمال. الشاب جمال واحد الانسان بسيط وعصامي، يعني كونت نفسي بنفسي. فلحد الساعه شوف شحال الزمن اللي قضيت في الموسيقى وانني بوحدي كنتحارب، اني بوحدي يعني انا كنقول كنتحارب، لان هذا المصطلح وليت نوظفو. علاش؟ لان واخا انا اللغه راه عندي انا حساس في اللغه، انا وليت كنقول تحارب رغم ان الفن راه ما فيهش حرب، ولكن هاد الساعه دايره ولات حرب، يعني حولوها الحرب. انا كنتحاربوا باش اننا نوصلوا نديروا شي حاجه اللي هي طرق مثلا للجمهور ككل، وخاصه القنيطريين
رانا كنت ناوي بان غادي نوجد شي حاجه على نادي القنيطري على الكاك، ولكن باش انا خصني انا ما غنبقاش ندير كل شيء بوحدي، راه ماشي انا اللي نكتب وانا اللي نلحن انا اللي نغني، لا ما كرهتش انا شي واحد يكتب لي كلام يكون جميل زوين اللي كيستاهل هذا النادي، اللي كيستاهل هذا النادي انك تغني ليه هذاك الكلام. هذا طلب مني الشاب جمال كقنيطري ومحبه للنادي القنيطري، كنتمنى من الشاب جمال على انه اللي يكتب له الكلمات باش يغني لنا بالصوت ديالو اغنيه خاصه للنادي القنيطري الكاك ان شاء الله. ان شاء الله، وهذا ما اتمناه، هذا ما اتمناه يعني من قلبي الخالص، لان النادي القنيطري يستاهل الافضل ويستاهل الاحسن، ايضا تستحق الافضل. شكرا جمال على وجهك، التواضع ديالك ربي يخليك ويطول لي عمرك بارك الله. كنتمنى لك التوفيق حنا في الدور ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا. جميله ورائعه جدا. شكرا بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لقناه الفجر اللي مره اخرى كنقولها دائما، لان القناه يعني انا ماشي هذا ليس باطراء او مديح، وهذه راه حقيقه ملموسه، لان هذا هو ما نراه في يعني في ارض الواقع، بأن القناة اللي هي متابرة لا تمل ولا تكل حتى أن تأتي لك بالخبر اليقين. شكرا لك. نشكرك على وجهك.